recrutement de la BMCI du groupe BNP Paribas. On est heureux d'être là aujourd'hui, donc forcément au Forum Emploi Handicap Maroc avec l'association Maroc Espoir. Nous avons des recrutements à faire et donc nous sommes là justement pour pouvoir recruter. Nous avons un grand vivier aujourd'hui de différents candidats qui peuvent correspondre à tout type d'emploi tels que dans la comptabilité ou encore à l'informatique ou encore la communication. Il était intéressant de voir tout type de candidats se présenter aujourd'hui et nous sommes vraiment heureux de participer. En tant que BMCI, nous encourageons toutes les sociétés à venir participer à ce forum qui franchement a son importance parmi tous les forums de recrutement du Maroc. Merci beaucoup. السلام عليكم. الاسم ديالي حياة من مدينة المحمدية. جيت اليوم لهذا اللقاء اللي انضمته هانديكاب ماروك اللي كيهدف لتشغيل أشخاص وضعية إعاقة. كنشوف اليوم أنهم كيعطيونا فرص أننا ندوزو لونتروتيان عند بعض الشركات اللي هي دارت المبادرة وجات أنها تتعرف على الأشخاص وضعية إعاقة على الإمكانات ديالهم. أنا شخصيا تجربة عند أورانج وعند لاسيرونس. كتجلس كتعطيهم السيفي ديالك كتبريزونتي راسك كيسولوك بعض الاسئله الاشياء اللي تقدر ديرها الامكانات ديالك كيعرفوك حتى هما على لونتربريز ديالهم. المهم هذا اللقاء صراحه متميز وكيساعد الاشخاص في وضعيه اعاقه حتى هما باش يقدروا انهم ينفتحوا على المجال الخاص لان الاشخاص في وضعيه اعاقه رغم فين كتقدر تعطاهم هذه الفرص. كنتمنى ان بحال هذه اللقاءات يكونوا كثار ما يكونوش غير من العامين او من العام للعام ويكونوا شركات كثيره باش يقدروا الناس يكون عندهم افاق اكثر ويكون عندهم يعني يقدروا يختاروا اكثر. لان اليوم كان ملاحظتي لهذا اللقاء صراحه هو رغم انه جميل ورغم انه صراحه كانت مبادره زوينه بزاف ولكن كاينين بعض الشركات اللي مثلا ما كيكونوش فيها فرص الاشخاص في وضعيه اعاقه بصريه كثيره يعني اشخاص اللي عندهم اعاقات حركيه كيتمكنوا انهم يكونوا عندهم فرص كثيره اكثر من شخص اللي عنده اعاقه بصريه. كنتمنى ان من القدام ان شاء الله يجيو بعض الشركات اللي تقدر انها تقبل الاشخاص اللي عندهم اعاقه بصريه ويكونوا دي فورماسيون قبل اللي يقدر انه يتعرف الشخص وضعيه اعاقه على الشركه او الشركه تتعرف على القدرات ديال الشخص اللي في وضعيه اعاقه. وهادشي اللي كاين وشكرا. السلام عليكم. جيت لهذا ليفينمون ديال هانديكاب ماروك اللي كتفتح بزاف ديال الافاق الناس لي زونديكابي حسن ما بلا ما يبقى يضيع الوقت يقلب على الشركات في خصو سيمانه لا بايدو على 14 شركه غادي خصو على القليله واحد السيمانه. ولكن هاد هانديكاب ماروك حلت الباب انك تقدر تلقى الخدمه دغيا في نص نهار قدو على 14 شركه. صراحه كتفتح بزاف ديال الابواب. كنشكرهم بزاف على هاد ليفينمون اللي داروا لينا. صراحه كنبغي نوجه واحد الرساله لي زونديكابي اللي في المغرب هو انهم يتقاتلوا ما يعكزوش ما يتكاسلوش وربي راه كيفرج. كريم ادريسي قيطوني رئيس جمعيه امل المغرب. تنرحبوا بكم اليوم في هذا اللقاء السابع ديال ملتقى التشغيل ذوي الاحتياجات الخاصه اللي تقوم به الجمعيه. هذا اللقاء الهدف ديالو هو وضع في نفس الطاوله الناس ذوي الاحتياجات الخاصه يتقلبوا على العمل مع المشغلين. والحمد لله اليوم حنايا تنتشرفوا بوجود اكثر من 14 مؤسسه ما بينهم ابناك شركات ديال الاكل شركات ديال الخدمات وحتى الصناعات اللي جاوا باش يخدموا الناس ذوي الاحتياجات الخاصه. وفي هذه الفئه هذه عندنا اليوم تنتظروا اكثر من 600 ديال الناس اللي غادي يجيو واللي قبل ما يجيو كنا درنا لهم من سيليكسيون واحد النوع من اللقاء معهم باش نتاكدوا بانهم عندهم الكفاءات اللي غيمكنهم انهم يلقاو الخدمه. وهاد الناس هادو واخا عندهم اعاقه حركيه ولا ذهنيه ولا بصريه ولا سمعيه فهاد الشركات مستعدين انهم يستقبلوهم ويعطيوهم فرصه للعمل. والحمد لله هاد الفئه عندها واحد الطاقه كبيره حيث انه من تيخدموا الشركات تيقولوا لنا عطاونا واحد رد الفعل ايجابي جدا تيقولوا لنا بانهم فرحانين بهم لانهم تيجيو في الوقت ومواظبين وتيخدموا وتيديروا اكثر من الاشخاص الاخرين ولا الزملاء ديالهم باش يثبتوا انهم عندهم كفاءه وقادرين ينجحوا في العمل ديالهم.
المطلوب منهم واخا ما تكونش عنده ديبلوم واخا ما تكونش عنده شهاده انه ينوض يتحرك ويقلب على العمل. اكيد انه في هذه السبع سنين ديال التجربه في هذا الميدان تبين بانه ما كايناش الثقه ما بين الناس ذوي الاحتياجات الخاصه والعمل والقطاع الشغل خاصه القطاع الخاص. لهذا تيقول لك واش الناس اللي ما عندهمش اعاقه وما تيديروا والو في الخدمه او ما تيلقاوش خدمه فاذا به انا في حاله اعاقه كي غادي ندير لقى الخدمه. هذا وعد الله يكسب له الرزق ديالو انهم يتحركوا ويجيو اللقاءات بحال هذه يتقيدوا على الموقع الالكتروني ديالنا اللي هو handicapmaroc.com وان شاء الله ربي غادي ييسر باش الناس يقدروا يندمجوا في سوق الشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم في اوتيل الفرح حاولنا اننا نجيو هنا في هذا الملتقى هذا اللي كيخص علاقه التواصل ما بين الشركات والاشخاص في وضعيات اعاقه. حنا اليوم كنجيو بصوت واحد بهدف واحد الا وهو الدفاع عن شخص في وضعيات اعاقه. حنا اليوم كيهمنا هدف واحد نحقوه هو ولوج سوق الشغل وادماج الشباب في وضعيات اعاقه في سوق الشغل. الحمد لله حنايا دافعنا على حقوقنا في اطار مجموعه من المباريات. كنحاولوا الان اننا نحضروا لهذا الملتقى باش اننا نكونوا يد واحده باسم الشخص في وضعيه اعاقه الشخص المغربي باش انه يضمن العيش الكريم ويضمن القوت ديالو بانه يحصل على راتب شهري عن طريق العرق ديال الجبين ديالو ما يكونش عالي على المجتمع. وشكرا.